ضمن الأسئلة اللي طرحها الصحفي بتاع فيجارو، وفيما تخص يعني العلاقات الجزائرية الفرنسية، وطرح قضية بتاع تبادلات ما بين الجزائر وفرنسا، وهكذا تبون يعني حب يوضع الأمور. قال الجزائر وفرنسا ها مش لها. قبل ما نشوفوا هذه، كاين نقطة أخرى ما خديتهاش. يقول باللي ممكن نوجدها، نشوف بالك راهي موجودة. أيوة، شوش يقول: La France doit se libérer de son complexe de colonisateur et l'Algérie de son complexe de colonisé. فرنسا لازم تحرر من عقدتها كمستعمر، والجزائر تحرر من عقدتها كمستعمر. مستعمر ومستعمر، يعني كولونيزاتور يعني كولونيزي. شوش يقول لك: La France est une puissance mondiale et indépendante. فرنسا قوة عالمية ومستقلة. L'Algérie est une puissance africaine. نعم، قال لك ne ressemble pas à celle de 62. نعم، الجزائر قوة إفريقية. بصح لما يتكلم تبون يبين لنا بأن الجزائر ولات مستعمرة فرنسية، مازال ما قدرش تتحرر من الكومبلكس دو كولونيزي. يقول لك لازم تتحرر من الكومبلكس دو كولونيزي، بصح هو يعمل على أنها تبقى كولونيزي. لما يتكلم حتى بعد يقول لهم: il n'y a pas un seul autre pays que l'Algérie avec lequel la France a une pareille intensité d'échange. De 75 à 80 vols quotidiens, soit 400 vols par semaine, relient nos deux pays dans les deux sens et ils sont pleins à l'aller comme au retour. يقول: ما كانش بلاد أخرى غير الجزائر اللي عندها هذه الكثافة في التبادل مع فرنسا. أكثر من 75 إلى 80 رحلة جوية يوميا، يعني 400 رحلة في الأسبوع تربط بلدينا في الاتجاهين، وهما ديما كوبلي معمرين. أيوة، تربية يا القوة الإفريقية، شحال عندك من رحلة جوية بين الجزائر وتونس؟ شحال عندك؟ إذا كان أربعة راكم ملاح، كان وحدة رجيري وحدة تونسية، باش وحدة أقلام من قسم تيران عنابة، وما تفوتش أربعة، رانا بعاد على 80. المفروض الأولوية في التبادل مع جيرانك، مع دول إفريقيا. شحال عندك من رحلة مع المغرب؟ زيرو، لأنك أنت زيرو. شحال عندك من رحلة مع موريتانيا؟ زيرو. شحال عندك من رحلة مع ليبيا؟ شحال عندك من رحلة مع السنغال؟ شحال عندك من رحلة مع النيجر؟ مش عندك. القوة الإفريقية وش عندها؟ حضور معنا. أنا لما مشيت للمغرب غير مطار وجدة فيه رحلات، ديجا مرة المطار فيه رحلات لإفريقيا. مطار دار البيضاء
رحلات لكل عواصم افريقيا، كل عواصم افريقيا. ما كانش احنا قوه افريقيه. لازم من مقارنه، لابد من مقارنه بين واحد يدعي انه قوه افريقيه وواحد ما قالش. خلى الاخرين يتكلمون. ألين جوبي في حديث تبعته له على قناة تلفزية، شكون على حساب هو شكون اللي ينافس فرنسا في افريقيا في التأثير؟ شكون؟ الجزائر. اضحك وزيد. هذيك كيحبوا يكذبوا جماعة ولاد الحرام العرايا. أنا جيبي قال المغرب. المغرب هي اللي تنافس في فرنسا في افريقيا في التأثير. ما قالوش احنا قوة عظمى أو قوة افريقية ولا قوة جهوية. الناس تخدم ما تهدرش. احنا عندنا ولاد الحرام العرايا يهدروا ما يخدموش. تبوا شحال من زيارة عامل تفقدية قام بها منذ تعيينه عساس في المرادية. صفر. لأنه هو صفر. صفر ولا زيارة تفقدية واحدة. الجزائر ما خرجلهاش العاصمة. حي المرادية ما خرجلوش. اللي فيه القصر الرئاسي. والله حي المرادية ما مشى فيه على رجليه. مشى على رجليه سافا با. حبيتو يدير دياري. الله يموت بلا دياري. يخاف. يخاف من الشعب اللي فرضوه عليه العسكر. نعم، انه لو عنده شعبية. نشوفوه يخرج يمشي على رجليه. يخرج طموبيل. التاريخ يشهد ان بومدين الله يرحمه كان يخرج بالطوموبيل ماشي وين يروح. قال لا لا، يروح القصبة جمع اليهود في رمضان. في رمضان ماشي بالطوموبيل بلا موتار بلا هو والله يرحمه عم ابراهيم شوفير ديالو. شيو في القصبة وحبس مام خطرة، وهو مام قالها في خطاب، حبس خطرة صاب الناس في رمضان دايرين لاشين على الخبز. قالوا مش كاين وعلاش؟ قال قراش هاد البولونجي هذا كيعطلو الفارينة جزء صغير يدير به الخبز والجزء الآخر يديرو كاطو، باسكو الكاطو يدخل درهم أكثر من. قالوا مكسرو الحانوت وجا رايح. قالوا مكسرو الحانوت ايه باسكو هذا سراق. هذا شوف كيش كان يمشي تبون ما يخرجش. تبون ما بوش با. هل تكلمي على قوة افريقية؟ لا، الجزائر ما زالت الأوبيتو رجعت استرجعت مكانتها كمستعمرة فرنسية لأنها مادة منبطحة لفرنسا. وتقول لك هذاك الشيء اللي جاز كامل ما عليه. أنا الأول وأنا من المستعجل إلى أورجون. يقول لك إلى أورجون. إلى أورجون دوفرير إن نوفيل إير دي رولاسيون فرانكو ألجيريان. نعم، إلى أورجون دوفرير إن نوفيل إير. شنو نوفيل إير مازالك تفتح؟ ويغلق فمه لما الماك يخرج كل سبت يضيف في باريس. ويغلق فمه لما أمير ديزاد يوميا يقنبل فيه من باريس. ويغلق فمه لما هشام عبود يقنبلو يوميا من باريس. وأنور مالك يوميا. وزيتو تبارك في الإنجليز هوري عنده بعض الأندال اللي راهم زعما عبالهم بايق ديو والو. ما يقضي والو الاندال هذوك اللي تابعين ريان دي تو. دونك اذا حاب تتحرر من كومبلكس كولونيزي
من عقدة المستعمرة. يلزمك ترحل السي تبون، يلزمك ترحل بإذن الله ترحل.